نشرة منتصف الليل وهذه أبرز عناوينها. تواصل الجهود الوطنية لمكافحة انتشار كورونا من خلال حملات التحسيس والتوعية بضرورة التقيد بإجراءات الوقاية، وإقبال واسع للمواطنين على التلقيح. وفي النشرة وقفة عند الأبعاد الضارة للوسائط الإلكترونية حيث تتحول إلى مصدر تهويل وتغليط، والخبراء يحذرون من فرط الإدمان على الهواتف النقالة على الصحة العقلية والنفسية. حركية اقتصادية وارتياح كبير لدى تجار إنجزام بعد فتح الحدود بين الجزائر والنيجر. مشاهدينا مرحبا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. انتقل أمس إلى رحمة الله وزير الفلاحة والصيد البحري الأسبق رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية نور الدين بحبوح عن عمر ناهز 72 عاما. وإثر هذا المصاب الجلل بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة تعزية فيما يلي نصها: بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الوزير الأسبق ورئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية السيد نور الدين بحبوح. إثر هذا المصاب الجلل يضيف السيد الرئيس: أتقدم بتعازي القلبية الحارة إلى عائلة الفقيد وإلى رفقائه، سائلني الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وينعم عليه بعفوه ورضوانه ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. يختتم السيد الرئيس: إن لله وإنا إليه راجعون. جنازة المغفور له ستشيع اليوم بمقبرة بن عكنون بالعاصمة، رحم الله الفقيد. في ملف التعاون، تلقى أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة مكالمة هاتفية من نظيره الأمريكي أنطونيو بلينكين. الطرفان تناولا آفاق تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وبحثا بطريقة معمقة عددا من التحديات الجهوية والدولية. إلى تطورات الوضعية الوبائية، وفي آخر حصيلة للإصابات بفيروس كورونا تم تسجيل 1203 إصابات جديدة بالفيروس و46 حالة وفاة، فيما تماثل 736 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة حسب ما كشفت عنه أمس وزارة الصحة. عام ونصف العام ووجود الفيروس الخطير يلازم يومياتنا، نفق مظلم ينيره أمل اكتساب المناعة الجماعية من خلال التلقيح الواسع والمبكر. الدولة الجزائرية ومن خلال جميع الفاعلين تسهر على تسخير كافة الوسائل اللازمة لإنجاح حملات التلقيح عبر الوطن. نقف اليوم في النشرة عند ظروف العملية التي نظمتها مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع الجمعيات بالعاصمة. علي سليماني والتفاصيل. بعد إجرائها للفحوصات الطبية اللازمة، ها هي سعيدة تتلقى الجرعة الأولى من اللقاح على غرار عديد المواطنين. قول لهم ماذا بهم ما يخافوش، ينحوا من قلبهم هذا الخوف. انا بدات كنت خايفه مع الاول ودخلت وقالت لي لا زيدي الصبر شويه باش نزيد ندير لك الفاكسين وان شاء الله نديروها كامل ونبلاو كامل. ونحفز العمال كامل باش يجوا يديروا التلقيح تاعهم، وباش الحل الوحيد اللي راهو دركا للقضاء على هذه الجائحه هذه هو التلقيح، ما كاش حل واحد اخر. لازم يديروا باش ما خاطش هذا مرض واعر بزاف، وربي يجيب الشفاء ان شاء الله. ضرورة تكاثف الجهود بين المجتمع المدني والسلطات العمومية يساعد على تخطي هذه المرحلة الصعبة من الموجة الثالثة.
رانا في عملية تطعيم على مستوى البلدية بن جراح، رانا فاتحين 4 مراكز بالتنسيق مع الدائرة الإدارية للحراش ومع رئيس بلدية بن جراح. كل يوم عندنا 8 بلديات اللي نقوموا فيها عملية التلقيح، اللي نبلغ المواطنين عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك الحماية المدنية الجزائرية. يعني كل يوم في المساء ابتداء من الساعة 7 يصيبوا كل المواقع اللي نديروا فيها التلقيح، وحتى يعني عبر جوجل مابس اللي يوجههم حتى الموقع يعني بدون صعوبة. الحد من انتشار فيروس كورونا مرهون بالتلقيح والالتزام بالإجراءات الوقائية. المشهد نفسه ينقله قدور جوابي من ولاية عين الدفلة وسط إقبال معتبر للمواطنين من مختلف الفئات العمرية. وعي كبير لدى ساكنة عين الدفلة بأهمية اللقاح ضد فيروس كورونا، فمنهم من جاء لتلقي الجرعة الثانية، فيما حضر آخرون لتلقي الجرعة الأولى. اليوم جيت ندير الفحص الثانية، بهربير إن شاء الله يشافيني وهذا الوباء ما يكونش بيأثرش عليا. اقتنعت بهذه الجرعة وجيت ندير الفحص باش الناس اللي تشوف كامل يجوا يديروا الفحص، واللي راهم في البيوت التوحم إن شاء الله يجوا قاعد يديروا التلقيح ويروح علينا هذا المرض وتبقى الجزائر كما بكري. بغيت ما نجيبها الدير ودرت انايا، ونبغي كاع خاوتنا المسلمين يديروا، وهذه حاجه مليحه لينا وللشعب تاعنا كاع الجزائري. ويسعى قطاع الصحه الى توفير كل الظروف تسهيلا لعمليه التلقيح. بعد ما كنا في الاسابيع القليله الفارطه ما تعديناش 10,000 حاله تلقيح، إذن 84,000 إن شاء الله رانا في متواجدين في هذا المكان، إن شاء الله نعول باش على الأقل النسبة تكون اليوم غدا إن شاء الله تلحق 100,000 ملقح. عملية التلقيح بالمركب الرياضي ودار الثقافة رافقتها عملية للتعقيم من طرف الأعوان حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين. أظهرت الجائحة أفكارا جديدة للمساهمة في تسييرها وتفادي التجمعات. من العاصمة برز تطبيق إلكتروني جديد للتحكم في طوابير الانتظار عن بعد. محمد أمين بوتومي. احنا 4 شباب خريجي الجامعة الجزائرية، كانوا عندنا بزاف مشاريع، مي في الوقت الراهن مع الجائحة كورونا خممنا باش نلونسيو مشروع الاول وهو جيستيون فيل داتونت ا ديستانس. هي فكرة نظام تسيير طوابير التلقيح عن بعد. هو فريق يعمل بجد لاستكمال تطوير هذا التطبيق الهاتفي الذي يعنى بتسيير طوابير الانتظار عن بعد والتقليل من الاكتظاظ. احنا المشروع تاعنا هو انو نديرو ان سيستم دو جيستيون فيل داتونت ا ديستانس باش نقصوا التجمعات في الاماكن العامه ولا عند الاطباء، وين الواحد يقدر يتبع الدور تاعو ولا دور الانتظار تاعو عن بعد بالهاتف تاعو بلا ما يروح للاداره ولا يروح عند الطبيب ويبقى ساعات وساعات في الانتظار، وهذا راح يكثر من الانتشار تاع وباء كورونا. ومع تزايد الإقبال على التلقيح ضد وباء كورونا، يعرض أصحاب هذه المؤسسة الناشئة التطبيق الجديد لتنظيم وتسهيل عملية التلقيح. في الوضع الحالي ومن أجل تشجيع التلقيح ضد وباء كورونا، فكرنا في وضع نظام من أجل تسيير وتأطير هذه العملية، وهي فكرة نظام تسيير طوابير التلقيح عن بعد بالهاتف النقال. الفكرة قد تمت وما زالت تجسيد الفكرة في أرض الواقع، وننتظر من السلطات المساعدة على هذا. تسيير طوابير الانتظار عن بعد للمؤسسة الناشئة باتيك سوليسيون يحتاج إلى تبن ومرافقة كتحفيز لهذه الطاقة العلمية. في سلسلة المجابهة اليومية يتصدرون الصفوف الأولى رجال الإسعاف دعامة الجيش الأبيض، يقول رضا تبرمسين. على مدار الساعة ومنذ سنة ونصف السنة وهم على هذا المنوال سائقي سيارات الإسعاف، أول المجابهين لفيروس كورونا. هذه احنا خدمتنا ننقلوا المرضى من منزل لهنا للمستشفى، من المصلحة للمصلحة. مع الوباء هذا ما تقعدش خلاص، ملي صحتها تخدم مع المرضى ما تقدرش تخليهم وحدهم. محمد عبد الله
وغيرهم كثر، حس عالي بالمسؤولية وهم في جوف المخاطر. سيكي بدا كي خيرانا في الكوفيد هذا، الناس دير الوقاية منك باش تخدم كونتاكت ديريكت مع الكوفيد، لازم الناس انت دير الوقاية وتحاول كيفاه كيما نقولوا ما تقدمش تاني الناس العدوى بزاف، قادر مريض وما عمبالكش، تعدي ناس خلاف، تعدي دارك، تعدي الوالدة تاك، تعدي الزوجة تاك. ويبقون الثابت والأساسي في معادلة الجيش الأبيض. نقول لهم يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة، ونبقوا كلنا واقفين من أجل الجزائر، من أجل المواطن الجزائري، حتى إذا مرة أخرى نقولها إذا استدعت الضرورة أنه نستشهدوا راح نموتوا شهداء على البلاد نتاعنا. متفقون على أن الأمر واجب بغض النظر عن طبيعة العمل، لكن يومياتهم ولياليهم في جوف المخاطر تجعل منهم أبطالا مستترين. تواصل بلدية الجزائر الوسطى عمليات التعقيم والتطهير عبر الأحياء الكبرى ذات الحركية الكبيرة للمواطنين لتشمل 4 بلديات، وهذا بإشراك جميع المؤسسات الوطنية لمواجهة الانتشار الواسع والسريع للفيروس. عمليات هدية هي عملية تنظيف والتطهير وخاصة التعقيم، يعني وتشارك فيها يعني كل المؤسسات الولائية، وتشارك فيها 4 بلديات اللي هما الجزائر الوسطى، سيدي محمد، المرادية والمدنية. يعني هادوما أسبوعيا، في الأسبوع عندنا عمليتين كبرين، ضف إلى ذلك يعني الأعمال اليومية اللي تقوم بها كل بلدية وكل المؤسسات الولائية. هو وضع صحي استثنائي ظهرت معه سلوكيات خاصة، منها العابر ومنها ذو التداعيات الخطيرة، ولأن المعلومة سلاح وجب تقدير قوته وحسن استعماله، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي منبرا لعديد الأخبار المغلوطة ومحاولات التهويل وزرع الارتباك. كريمة لشمت تفصل في الموضوع. عالم افتراضي فرض نفسه في حياة العامة عبر شبكات تواصل وضمن حسابات تباينت بين أسماء حقيقية وأخرى مستعرة، تراوح أهداف أصحابها من التعارف إلى العمل من منصاتها. أخذ نشر الأخبار المتنوعة الحصة الأكبر فيها، وبين صحة ما ينشر من خلق إشاعة خبر حلقة وعي، بس كل شبكة التواصل ولات بزاف المعلومات تتماشى فيها وبزاف ناس تهدر. الحاجة اللي ما نشوفهاش بعينية ما نامنهاش، وكاين اللي قاعدين واش نقول لك، قاعدين يلعبوا، قاعدين يسهروا 3 الصباح يهولوا الناس، هادي هي صارت هكذا، هادي غير الإشاعات. هضاري فيسبوك دوك أي واحد يقدر يدخل يكتب يدير هضرة، تما أي واحد يدير هضرة، ما ماشي لازم دوك نامنوه. نحوس على حاجة الشغل، حاجة سكن، حاجة ما كان حاجة خلف نتاع الناس تخرج الدعايات ولا الإشاعات ما نوراش بها، ما عادش بالي ليها. الناس تبع كاين اللي مرضت على جال هاد الإشاعات، صح ولا لا؟ لا، وهذه هي، وحنا كيما بلد مسلم الحق الإشاعات والكذوبات هادو ما احنا ما كونتر عليهم. ورغم ما لمسناه من إدراك صحيح ووعي سليم بين أفراد المجتمع في الواقع، إلا أن الإشاعات تجد لنفسها مناخا خصبا عبر المواقع للترويج لها، خاصة بالأزمات والتهويل بمحتواها، ما دفع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى إصدار بيان من اللجنة الوزارية للفتوى. يحرم صناعة الإشاعة. لماذا تحرم صناعة الإشاعة؟ لأن الإشاعة هو خبر مكذوب، والكذب حرمه القرآن الكريم، حرمته السنة النبوية. كي تقول إشاعة معناها كذب، ولهذا صناعة الإشاعة هي عبارة عن صناعة الكذب. لتبقى مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة اتصال وتواصل ذو حدين، وبينهما ترجيح للعقل وتغليب لتعاليم الدين. تكاد الهواتف الذكية تلازم يومياتنا، خاصة في ظل القواعد الجديدة التي تمليها الجائحة، ومن هنا يحذر الأطباء والخبراء من الإفراط في استعمالها على الصحة العقلية والنفسية. حنان برايو. يجيو قاع يشوف لي تليفون، قاع لي موديل، قاع لي سمارتفون، بيان سور يحوسوا لي كاباسيتي كبيرة. من هنا تبدأ قصص مختلفة مع الهواتف الذكية واللوحات الرقمية.
فإذا كانت لتكنولوجيات الاتصال الحديثة فائدة في حياتنا اليومية، فهي بالمقابل قد تؤثر سلبا. وإذا كانت باش تضرنا ولا باش تضيعنا وقتنا، لي بريفيرابل واحد يفيديها. قالك ممنوع للدراري التليفونات. وانت بنتك تخليها تخليها؟ ما نخليهاش، نستعملهم غير في الحاجة زعما تاع اللعب الصغيرة، ونعاود نعطيو لهم ما نسهرش خاطرش ماشي مليح ليا. أنا كي نكونيكتي ما نبانيش كاع بالدنيا، نكونيكتي حتى وين ينحرق له الباتري. أنا نكونيكتي جوايا 10 يما تنحيو لي على 11. نشاو بزاف الدراري في القراية، نساوهم بزاف التربية، نساوهم غير يدخل دار تليفون. علاش يسهر حتى 4 تاع الصباح وينو دع 8 واش رقد ما والو. عياني بزاف، عدت نخمم سوا على التليفون ما كيفاش تكونيكتي، بصح من بعد صايب وليت اللي كديت عدت نكونيكتي قيسي باك نستعمل مع صحابي، مع كاين حوايج بزاف نخدم به. سيت كونيكتي توت لا جورني وقدايا منها لو سوا غير لا ماتيني، الولد خلاص يروح. الأطباء والمختصون في الصحة العقلية والنفسية لدى المراهقين والأطفال يدقون ناقوس الخطر. الأخطار اللي ترجع سلبا على الطفل المراهق، نبداو في التطور العقلي والنفسي تاع الطفل، راح يرجع سلبا كذلك على النمو تاعو الجسماني. باش يخرج يلعب اون غروب مع صحابه ولا يفضل يقعد منعزل في الدار. رسالتين وجهها اولا للاولياء، نقول لهم باللي هذا الشيء راهو خطر على اولادكم، نعاودوا نولوا للمدرسه التقليديه تاعنا، حنا نعلموا اولادنا، نهضروا معاهم، نلعبوا معاهم بدون تدخل الالات. اضرار نفسيه وصحيه واجتماعيه سببها الإفراط في استخدام أجهزة التكنولوجيات الحديثة والتحكم في كيفية استعمالها سيجنبنا تداعياتها السلبية. تنمويا وفي إطار الجهود التي تبذلها الجزائر لإنعاش الحركية الاقتصادية مع مختلف الدول الإفريقية، لقي قرار فتح الحدود مع النيجر استحسانا كبيرا لدى سكان وتجار إنجزام. نسيم يعقوب والتفاصيل. من هنا على الشريط الحدودي بين الجزائر والنيجر رواق اقتصادي بامتياز للتبادلات التجارية بين البلدين. اليوم وبعد قرار إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والنيجر، خطوة نحو تعزيز تواجد الجزائر في السوق الإفريقية. احنا التجار كي تفتح لنا الحدود يعني نعودوا تمنى يمشوا ويجوا لا يعودوا خطرة في الشهر. ماذا بينا احنا حاجة إيجابية لنا تسمى باش نعودوا ندو سلعة ونجيبوا سلعة تسمى ونتبادلوا تجارة وخدمة مليحة تسمى هذه. وبالمعبر الحدودي عين قزام تسهر إدارة الجمارك على تقديم كل التسهيلات لحركة عبور السلع والبضائع. بعد الاقتصادي إن شاء الله تكون هناك دعم للتجارة الخارجية، ويعني رانا نسعى وجاهدين لدعم تصدير المواد المصنعة محليا، مع يعني إعطاء دفع لاقتحام السوق الإفريقية. فتح الحدود سيكون له يعني أثر إيجابي، سيفتح مناصب شغل وسيسمح أيضا يعني للمؤسسات الاقتصادية عبر الوطن بإيجاد أسواق جديدة. فتح الحدود مع النيجر وهو فتح الحدود مع كل إفريقيا، كل الدول الإفريقية راهي تمر على النيجر، هذا يساعدنا احنا ويساعد الإخوان النيجيريين والماليين. راح يكون هنالك كذلك مشروعين هامين راح يخصوا فتح الحدود، وهي إنجاز مركزين مشتركين لمختلف الهيئات النظامية القائمة على تسيير فتح الحدود. قرار وعادة فتح الحدود بين الجزائر والنيجر قرار سيكون مستقبلا ومن الناحية الاقتصادية مفتاحا لاقتحام الأسواق الإفريقية بقوة، سواء بالمقايضة أو بالتجارة الحرة وآلية فعالة لتصدير المنتوج الوطني، ومن ثم تحقيق المعادلة الحقيقية في الاقتصاد الوطني. سجلت صباح أمس في حدود الساعة 7:07 بولاية لبويرة هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 على مقياس ريشتر، حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، والذي حدد مركز الهزة بست كيلومترات جنوب شرق الهاشمية.
دوليا وفي مستجدات الوضع بالصحراء الغربية، نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في قطاعات الكلتا والفرسية والسمارة والمحبس حسب ما ورد في البيان العسكري رقم 268 الصادر أمس عن وزارة الدفاع الصحراوية. تعقد لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان التابعة للكونغرس الأمريكي تعقد الخميس المقبل جلسة لمناقشة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في المغرب حسب ما أفاد به أمس بيان للمؤسسة التشريعية الأمريكية، والذي أكد أن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في المغرب بشكل كبير منذ 2016 استنادا إلى تقرير لجنة حماية الصحفيين مفاده أن السلطات المغربية قامت حملات اعتقال ومضايقة بحق الصحفيين الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات في منطقة الريف ومصادرة للأراضي وأعمال فساد أخرى كبيرة، مما سلط الضوء على نمط من الملاحقات الجنائية الانتقائية ضد العمل الصحفي بالمغرب. إلى ذلك أكد البيان أن عددا من الصحفيين والمحللين المغاربة سيطلعون أعضاء الكونغرس على تطورات الوضع في المغرب مع جملة من الاقتراحات والتوصيات لإدارة الرئيس جو بايدن بهدف اتخاذ إجراءات رادعة للتصدي للوضع. وفي الشأن الفلسطيني، استشهد أمس فلسطيني وأصيب 21 آخرون بالرصاص الحي والمطاطي، فيما تعرض العشرات للاختناق بالغاز المسيل للدموع على يد الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. غدا الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، عاد التوتر أمس إلى جنوب لبنان بعد أن شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثانية منذ مطلع الأسبوع الجاري غارات على منطقة العرقوب الحدودية جنوبي لبنان، وفيما وصفت قوات حفظ السلام الأممية الوضع بالخطير للغاية، دعت جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. مريم ثابت، سحمد، والتفاصيل. مدينة العرقوب الحدودية من بين المناطق اللبنانية الأكثر تضررا جراء الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي للمرة الثانية منذ مطلع الأسبوع الجاري. توتر تزامن مع إحياء اللبنانيين الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، وفي رد لها أعلنت الحكومة اللبنانية اعتزامها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن هذا العدوان وانتهاك السيادة اللبنانية. وكان الجيش اللبناني في وقت سابق أعلن أن إسرائيل قصفت عدة مناطق جنوبي البلاد، الأمر الذي أدى إلى نشوب حريق في بلدة راشيا الفخار. تداعيات زادت من تأزم الأوضاع الأمنية في البلاد، ما يستلزم ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتفادي المزيد من التصعيد، في دعوة لقوات حفظ السلام الأممية التي وصفت الوضع بالخطير للغاية. أخبار دولية متفرقة نتابعها مع دليل نينزيات. في جديد جائحة كورونا في العالم، سجلت القارة السمراء رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات خلال الأسبوع الأخير، وذلك بأكثر من 6400 وفاة حسب منظمة الصحة العالمية. في هذا السياق تعهدت الصين بمنح أكثر من 200 مليار جرعة و100 مليون دولار في إطار نظام كوفاكس لمساعدة الدول الأكثر فقرا في العالم. في تطورات الملف الإيراني، دعت الخارجية الأمريكية الرئيس الإيراني إلى استئناف المفاوضات بشكل سريع، مؤكدة أنها لن تستمر في فتح أبواب الحوار إلى ما لا نهاية. في المقابل رحب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم الرئيسي خلال أدائه لليمين الدستوري بأية مبادرة دبلوماسية تؤدي إلى رفع ما وصفها بالعقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة على إيران. أفغانستان تمر بنقطة تحول خطيرة، وضع وصفته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان، التي طالبت مجلس الأمن في جلسته حول الوضع الأمني بأفغانستان، طالبت بالعمل على منع أفغانستان من الانزلاق نحو كارثة كبيرة.
ونختم من مكنونات أعماق البحار التي تجلب الصغير قبل الكبير في رحلة غوص منطلقها جيجل. الروبورتاج لسهام كنوش بتقرير ملك زاجولي. هي صور لملائكة الأرض وهم يغوصون في عمق بحر جيجل اكتشافا لأسراره وسحر مكنوناته. في عمر 8 سنوات أتعلم الغوص هنا منذ سنتين واكتشفت أشياء كثيرة. الغوص يمكننا من اكتشاف عالم البحار، شأنه شأن المجرات في اكتشاف العديد من الكواكب الجديدة. أمارس الغوص منذ سنة، أحب هذه الرياضة، تعلمت الكثير من قواعدها، وبإضافة إلى ذلك أنا أحب هذا النادي الذي تحصل على جوائز كثيرة في عدة مسابقات. تجربة أولى في الجزائر لهذه الرياضة، تعمل جمعية ريمونتا على الخوض فيها وصقل المواهب لتكوين أبطال الغد. هذه الرياضة هي الأولى في الجزائر، نكون فئة الأطفال من سن 8 إلى 14 سنة ونمكنهم من الغوص بأريحية وتعلم مختلف تقنيات الغوص. الجمعية في أصلها تكون الشباب، وبعد سنة 2015 تلقى المدربون في الجمعية تكوينا في اختصاص الغوص لدى الأطفال، ومن هنا زاد الطلب على هذا النوع من التكوين، وقررت الجمعية خوض غمار هذه التجربة. الأكيد أن هذه الجمعية ستشهد إقبالا كبير خاصة في مثل هذه الظروف. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء.